السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخوان، غادي نبداو كما العادة، كم كل جمعة، بواحد الدعاء لملك البلاد، لملك البلاد باش يشوف من حالنا وين يشجي ويحفظنا من هاد الظلم اللي كاين اليوم في المملكة ديالو، لأن حنا المسنبين الغير المنافقين ما قابلينش هذا الحالة تستمر، لا ما قابلينهاش. فلهذا ندعوك يا ملك البلاد، شوف من حالنا ودير لنا واحد القرار، قرار باش نصفيو هاد الفاسدين من حكومتك، والله يحفظك ويحفظ ولي العهد الأمير مولاي الحسن المستقبل تاع المغرب، ويحفظ الأميرة خديجة أميرة الدار البيضاء مستقبلا. وزيادة على ذلك، الله يحفظ الجمعية ديالنا باش تستمر في الأعمال ديالها الخيرية، ونتهلاو في الأعضاء ديالنا في أنحاء العالم. اليوم كما العادة تنقول لكم بأن هذا الخطاب لا علاقة له مع وزارة الأوقاف ولا داك القصيور التوفيق. احنا جمعية أو معهد مستقل على وزارة الأوقاف والديانات، لحنا ماشي منافقين، لأن الخطاب ديال الوزارة منافقين. ودابا غادي نطرق الموضوع للصحافة
الفاسدة ما قداش باش تعالجو، ولا المؤسسات، الله على كلمة مؤسسات ما قادينش يعني. واش عباد الله قال لكم السيد مستاطي ذاك اسمه مول الكاسكيتا، قال لكم بأنكم حمير، وأنا أقول لكم من هذا المنبر بأنكم كلاب كلاب، وما أدراك ما الكلاب. واش عباد الله 20 واحد اغتصبوا بنت عندها يالله 17 سنة، 20 واحد، والدولة ولا الأمن ما مسوقش الخبار. خليني نتكلم معكم بالدارجة، لأن احنا لغة القرآن تنحترموها وما تنستعملوهاش في هذا الموضوع. واش يا عباد الله، واش نتوما كلاب كلاب بقيتوا على الفساد؟ ها انتم لا تشوفوا النتيجه دابا، المجرمين واش هذوك 20 واحد. السيده دابا في المستشفى، عائلتها ما عندهاش الفلوس، وناضوا تدوروا مع السيكريتي هو الاول كما العاده باش دخلوها المستشفى بعد اسبوع، ودابا عندها الدود خارج منها. واش هادو حيوان كلاب؟ حاشا واش يكونوا كلاب. حمير؟ حاشا واش يكونوا حمير، لان الحمار مخلص تسفق وتقل ويطلع بك الجبال نواحي امزميز مصودة، والكلب ينبح قدام دارك الى دخلوا المجرمين. اما هادو ما تنبحوا ما تيديروا والو، غير تيخطفوا. فلهذا هذا الخطاب تنوجدوا ملك البلاد باش يشوف ويقرر راه الناس لحقات ليهم العظم. ما غادي نطوش مع خوتي المسلمين ماشي المنافقين، باش لان في الخطبه ديال الجمعه ديال المسجد ديالكم القريب ما فيش هذا الكلام، لانهم تيتكلموا تضيعوا نص ساعه ديال النفاق. الله ينصر سيدنا والله يطول عمر. هادشي ما الملك ناصر الله منصر الله تحطو في ذاك المنصب تنصرو. فلهذا لا شد النفاق في المساجد، الله ينصر سيدنا ما نحتاجوهاش، معروف. واش عمركم شفتو هنايا في الكنيسه اسمو البريست تيقول الله ينصر اليزابيث؟ لا، لان الملكه موقره رغم ما هي تحمي الديانات موقرة. وانتوما في اي خطبه في اي مناسبه تجبدوا اسم الملك، ودابا مابقاش الملك، دابا ولي تجبدوا واحد يقول لي الحموشي. واش هاد البساله هادي؟ اش هاد المنكر يا ايها المسلمين؟ وسمعتوا على الفضيحه ديال القريعه؟ سمعتوها؟ وسوف اتطرق لها في المنصه اليمنية الشمالية الشمالية ولا الغربية ما عليناش، غنطلق داك الموضوع ديال القريعة. هادو مسلمين، المسلم خوتك المسلمين المنافقين الكافرين الفاسدين. اش من الاسلام هذا؟ حنا الدين ديالنا نظيف، لأن الدين ديالنا مبني على الديانات الأخرى، وكاينة في القرآن التوراة والإنجيل والزبور هو وجود مدد بطهلة. شوفوا غير من العدد اللي عندكم مليار وزيادة ديال المسلمين، وكلكم أبناء الزنا منافقين مجرمين تغتصبون النساء، نساء مضيعينهم في حقوقهم الحق ديالهم. هاش من الإسلام؟ رجعوا إلى كتاب الله واستغفروا ربكم وباركوا من النفاق، لأن الشعب فاق وعاق.
فهمتي؟ هذه هي اللغة اللي خصها تطبق في المساجد، اللغة ديال الشارع، باش الإنسان اللي في الشارع يفهمك، يفهمك، ما تبقاش تدور ليه ورا الدروبة لغة الخشب ولا الكونتر براكي، ما مقبولاش. فلهذا ما غنطولش على الخوت اللي باغي تبعكم الغدا، الكسكسو واللبن. شوف هاد الفورميلا ديال الكسكسو واللبن، لماذا؟ دابا بغيت إخواننا اللي في التغذية، الله على كلمة، فهادو اللي تيقراو التغذية فسروا لنا ما هي الكومبينيشن ديال الكسكسو واللبن، ما هي فائدته. ولهذا تبقوا على خير، ونشوفكم بعد قليل في البرنامج اليومي تاعكم اللي ندرسوا فيه المواضيع الاجتماعية باختصاص وبتدقيق، الله على كلمة. شكرا للأخ المروكي، هذا الأخ المروكي دعوه معي عليه، الله يطول لي عمره، والله يزيد له في المعرفة، فهمتي؟ فلهذا غادي نكملوا بهذا هذا الآية من ديال القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم، تبقوا على خير، وعاودوا العام، الله يطول عمركم ويطول عمر الجمعية ديالنا، لأن تلقوموا بالأعمال الاجتماعية، الناس يجوا عندنا، الأعضاء يجوا عندنا، عندهم مشاكل نحللوا لهم وتمشوا فرحانين. فلهذا حتى يشوفوا البورصة الزرقاء، ما عليناش، تبقوا على خير ومع السلامة.